هذا ولا يعد تدخل القطري في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وليد اللحظة، فقد انتهج النظام القطري سياسة معادية للبحرين على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والتآمر على قلب نظام الحكم الشرعي في البحرين، وقد نفذت الدوحة سياستها بالتعاون والتنسيق مع منفذي المشروع الإيراني في البحرين. إذا ما أمعنا النظر في دائرة النظام القطري نجد أنها تتقاطع مع دوائر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولعل نصيب الأسد من دائرة هذا النظام هو تقاطعها مع المخطط الإجرامي الذي استهدف قلب نظام الحكم الشرعي في البحرين. هذا المخطط الذي نفذ بإشراف إيراني وبتنسيق قطري من أجل اعتقاد خاطئ أودى بحياة المدنيين ورجال الأمن وروع الآمنين، لكن الغلبة كانت لحنكة وحكمة القيادة الرشيدة التي التف حولها حب وثقة ووفاء شعب البحرين. ليس العداء القطري على البحرين وليد اللحظة عداء، فتدخل فتآمر وفي النهاية فوضى. لم تكن هذه الفوضى تنفيذا لرؤية مثيري الشغب في البحرين فحسب، بل اشترك في وضعها النظام القطري من أعلى مستوياته. والدليل على ذلك عندما ظهر تسجيل مكالمة مستشار أمير قطر حمد العطية بالإرهابي الهارب حسن سلطان، والذي كشف تآمر الدوحة على المنامة، وأجريت المكالمة في شهر مارس من عام 2011، أي في ذروة تأجج الأحداث المؤسفة. السلام عليكم يا شيخ. السلام أبو خليفة، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب، أكيد متابع التطورات. اي والله. انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان 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 ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي. توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل، وشي لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص، ما عاد في حمايه للشيعه في البحرين. وكما ذكرنا فان الاستهداف القطري ليس بالامر الجديد، فقد طالت يده الاصعده كفه. فعلى الصعيد السياسي ادعت قطر بتبعيه جزر حوار لها، واستندت بذلك على وثائق مزوره. أما عسكريا فقد أقدمت قطر على إنزال قواتها في جزيرة الديبل في أبريل عام 1986 كنوع من الاستفزاز والتهديد. حتى على الصعيد الاقتصادي فقد تعمدت قطر منع مشروع بناء جسر البحرين وقطر، كما أنها منعت تصدير الغاز إلى البحرين، الأمر الذي اضطرت بسببه البحرين لاستيراد الغاز من روسيا. حتى النسيج الاجتماعي فلم يسلم من استهداف قطر، وعمدت على تجنيس عائلات بحرينية مستغلة بذلك امتداد العائلات البحرينية والقطرية، والذي حولته قطر إلى خلاف بدلا من أن يصير قوة. لكن علاقة الشعب بالشعب أقوى وأمتن من تلك المساعي الهدامة. أما النظام القطري الذي يبتسم للبحرين أمام الكاميرات من جهة ويحيك المؤامرات من جهة أخرى على بلاط سيده، فكيف لوزير خارجية الشقيقة أن تسول له نفسه بطعن الشقيق في ظهره المصاب أصلا من زمرة كان يعدهم أبناؤه الذين حادوا عن مفاهيم الوطنية والمواطنة إرضاء للولي الفقيه. فكانت تلك المكالمة التي أميط عنها اللثام لتثبت صحة ما ذكر سلفا، مكالمة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة والمحكوم عليه قضائيا علي سلمان. نعم، احنا ما نأمل ان يصير شيء بالقوة، وهذا هدفنا الرئيسي، وارجوكم تثقوا فينا. وهذا هدفنا الرئيسي وارجوكم تثقوا فينا، وانتم عارفين احنا صادقين دائما معاكم. تنسيق على مستوى قطري رفيع لدعم مخطط الفوضى والإرهاب في البحرين، هذا ما أرادت لنا قطر أن يصيبنا، وقد أصابنا في أمننا ووطننا وأهلنا، وأولئك حبطت أعمالهم.